نشوف عندنا ايه النهارده في انبوكس. احمد عصام بيقول رسالتي لمحمود علاء، مالكش دعوه بكلام الناس وركز في الملعب، انت لعيب كبير يا محمود. انجي احمد بتقول الى لعيبه الزمالك، خلاص فاضل على الحلم تكه، نلعب بس بروح لاخر دقيقه ونكسب كل الماتشات ونكسب الدوري والكاسين، انتوا تقدروا. محمد حماده بيقول المرسل اليه عمي وعم عيالي، خالي وخال عيال جدي وجد عيال البروفيسور ديزوالدو فريرا، اعظم مدرب بالنسبه لي، بحبك كتير، احب اشكرك لشغف مره تانية، بقيت انتظر كل ماتش للزمالك عشان اشوفك. جميل قوي محمد. هدى رضا من فيسبوك بتقول رسالتي للدكتور محمد أسامة، أحب أقوله إن إحنا بنحبه قوي وإنه شخصية محترمة جدا وبنحسه واحد من الجمهور، وكل الدعم والتوفيق ليه. أحمد كمان بيقول رسالة لمحمد أشرف روقة نجم الفريق، جمهور الزمالك لا ينسى رجولته ومواقف لعيبة ومواقف لعيبة في المواقف الصعبة. كرم بيقول المرسل إليه طارق حامد، ليه ظلمت نفسك؟ مش هي دي النهاية السعيدة اللي تختم بيها مسيرتك الرائعة في عالم كرة القدم، خذلت ناس كتير لها المثل الأعلى، على العموم نحبك، ربنا يكرمك في القادم لك. نورة سعد بتقول رسالة ليوسف أسامة نبيه، وأحب أقول له أنت لاعب كبير وبتعمل فارق مع الفريق وكل جمهور الزمالك بيحبك، وبنتمنى لك التوفيق يا نجم، وهتعوضنا كتير بعد رحيل أشرف بن شرقي، ولسه مستنيين منك الكتير اللي تقدمه عشان خاطر جماهير الزمالك، وبالتوفيق ليك يا نجم الزمالك.